الأذكار بتاع الصباح والمساء لازم أقولها كل يوم الصبح. حضرتك طيبة حبيبي، ربنا يعزك ويكرم أصلك ويرضى عليك وعلى الأمة المحمدية كلها بالخير والسعادة، وأمة محمد أجمعين، والوطن العربي كله، والمصريين، والشعب المصري كله، ربنا يعود عليهم بالخير والسعادة. الحمد لله، نحمد الله على كل شيء. أنا ببيع الزرع اللي أنا شايفه ده، وليا ناس معينة بيجي ياخد الزرع مني. مش كل اللي حابب الزرع بيجي يشتري مني زرع، ناس معينة بتيجي بتحب الزرع وبتهواه وبتطلبه مني بالاسم وبجيبه لهم. والحمد لله زي ما انت شايفه كده، الشهر مبصرك دوت خيره كتير، والناس اللي بتعمل خير ملاش اول ولا اخر. فحابب ان انا قاعد في وسط المجال دوت واشوف الخير اللي هو بيوزعوه البني ادمين، وببقى فرحان بيه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يديني عشان اعمل زيهم. دي فرحه، فرحه لكل المسلمين والشعب الاسلامي كله، وربنا يعود عليهم بالخير والبركه يا قادر يا كريم، ويبلغنا الرساله اللي احنا هنبلغها لاولادنا، اللي احنا نجيب قرش حلال نصرف عليهم بيه، وده احسن حاجه عندنا في الدنيا اللي احنا ناكلهم حلال، عشان الحرام دوت ما ينفعش. لا ما شاء الله. حضرتك نفسك في ايه؟ تتمنى ايه؟ هو كل منايا في اخر ايامي العمرة، بس مش طالب، احوش بقى، ربنا قدرني وفعل خير طلعني اي حاجة انا بسلمها لله تعالى، بسلمها لرب العالمين. ايام جميلة وحلوة كلها خير وبركة، والناس كلها بسم الله ما شاء الله، اللي حتى اللي بيتنرفز على التاني في الشارع ممكن بعد 3 دقايق يصالحه، ودي ميزه حلوه للبني ادمين الماشيين في الشوارع اللي هما الشيطان بيضحك عليهم. عامه هو الشيطان بيتسلى على البني ادمين اللي هي نفوسهم ضعيفه. تحب تقول لزوجتك ايه؟ الله يبارك لها، الله يبارك لها في صحتها وعافيتها، ويرحم امواتها. الناس محترمين، كل الناس اللي عاشرتهم من اهلها وتوفوا رحمهم الله، ناس محترمه، ربنا يرحمهم بحياه حبيبك المصطفى محمد، ويعزها ويكرم اصلها، اصلها طيب، ادام هي بنت ناس محترمين وصانتني وصانت العشره. بس ما اقدرش اقول لها اكتر من كده، اللي انت حافظت على عيشتك وعلى اولادك وحافظت عليا. كان قصة حب؟ انا كنت بحبها.